برضو النهارده واحنا في اختبارات النادي الاهلي اللي فيها اعداد كبيره وبنبرز دور كل القائمين على الاختبارات، بدا من الكابتن بدر رجب، كل المدربين، ايضا الكابتن احمد ناجي، كل مدربي حراس المرمى. ايضا النهارده عندنا دور مهم جدا، الدور المسؤول بقى عن التنظيم، دور الاداريين، ومعانا دلوقتي بنرحب بيه احمد عيد اللي بنقول له منور قناه الاهلي، وما شاء الله شايفين استعدادات كبيره من قبل الاداريين، وطبعا تعليمات الكابتن خالد بيبو كانت مهمه جدا لكم في هذا اليوم. ازيك كابتن اسامه، انا مشكور طبعا لحضرتك. احنا شغالين من قبل الاختبارات، من اول يوم اعلنا فيه ان احنا هنبدا نختبر، كابتن خالد طبعا ادانا التعليمات ان احنا هننزل ونشوف بتاع الملعب بتاعنا هنقسمه ازاي، التنسيق مع كابتن بدر رجب التقسيمه هتبقى ماشيه ازاي، العماره هتبقى كام قدام كام، الفرق تبقى فيها مثلا 2 ضد 2 4 ضد 4 كل عمر حسب السن بتاعه هنمشي ازاي بالظبط. قسمنا الملاعب بتاعتنا، حطينا اللجان، وطبعا احنا موجودين. اللعيب المميز قوي كابتن بدري بيجيبه لنا، ممكن نمضيه يبقى موجود معانا. تمضوا على طول في نفس الوقت؟ طبعا في لعيبه مميزه جدا بناخدها نمضيها عشان يبقوا موجودين معانا، ونصفيهم برده تاني عشان المميزين مع بعض هم هيبرزوا احسن ناس. يعني النهارده اللعيب الموهبه اللي ظاهره وكابتن بدر اقر خلاص ان اللعيب ده يعني حاجه منوره، بتمضوه استمارات على طول في نفس الوقت؟ طبعا لازم نمضيه استمارات عشان يبقى موجود معانا، عشان نقدر نصفيهم وناخد منهم احسن حد موجود. توقعتوا الاعداد الكبيره دي ان هتيجي اختبارات النادي الاهلي؟ انا شايف ما شاء الله المدرج مليان عدد كبير من اولياء الامور، برضه الملاعب كلها انتوا فاتحين اكتر من حوالي 12 لجنه او 12 ملعب بيتم فيه الاختبار، توقعتوا الاعداد الكبيره دي؟ احنا طبعا النادي الاهلي ده لازم بيجي له اكبر اعداد في مصر، فاحنا كل اختبارات في كل سنه بيجي لنا اكبر اعداد، فعاملين حسابنا السنه دي اللي فتحنا الاعداد شويه، فتحنا اللجان اكتر عشان نقدر نستوعب الناس ونوفر جهد على الكل. مديتوا الاختبارات كام يوم كمان؟ كان في 3 ايام كمان، يوم الجمعه ان شاء الله. طب الاستمارات متاحه علشان برضو اللي ما قدرش ياخد الاستمارات؟ هتتباع كل يوم. كل يوم. ابرز تعليمات كابتن خالد بيبو رئيس القطاع للاداريين بقى لما بيجتمع بيهم؟ ان احنا نحافظ على الهدوء، ان الكل يكون شغال في مكانه، ان ما فيش اي خروج عن النظام، ان احنا ما فيش اي حد يضيع مننا، نحافظ على كل اللعيبه، اللعيب اللي يدخل لازم يخرج تاني لاهله زي سالم غانم كده ان شاء الله، واللعيب المميزه ما تضيعش مننا خالص، دي اهم تعليمات عندنا. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا جدا.